أم أنجبت ولدا ورضع مع الابن ولد من الجيران، ولكن لم يتعدى 5 رضعات، وبعد ذلك أنجبت الأم بنتا ورضع معها آخر رضيع الأول، لكن هذا رضع شهرا أو أكثر. وبعد أن أنجبت الأم بنتا ولم يرضع معها أحد، فهل يجوز للرضيع الأول الذي لم يتعدى 5 رضعات أن يتزوج آخر بنت وهي التي لم يرضع معها أحد؟ إذا كان لم يرضع رضاعة كاملة 5 رضعات فأكثر في الحولين، فله أن يتزوج من بنات من رضع منها رضعات قليلة دون 5، لا تحرم عليه، لأن الصحيح من أقوال يعني العلم أن أقل نصاب للرضاعة المحرمة 5 رضعات كما في حديث عائشة الذي في الصحيح، فما دونها لا يحرم، ولكن إذا تركها من باب الاحتياط ومن باب الورع نظرا وخروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى أن مطلق الرضاعة يحرم، ومنهم من يرى أن 3 رضعات تحرم، فنظرا للخلاف إذا تركها احتياطا وتورعا فهذا أحسن. وأما التحريم فلا تحرم عليه إلا إذا رضع من أمها 5 رضعات فأكثر، فعليه له أن يتزوج بنات من بنات من رضع منها 5 رضعات. جزاكم الله خيرا.